خرج الأهلي هذا الموسم بالعديد من الأرقام القياسية بعدما توج بالثنائية رقم 14 في تاريخه بعد غياب 10 أعوام، حيث حصد الأهلي بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي وبفارق 27 بطولة عن الأبيض صاحب 12 لقبا فقط، كما أن الأحمر فاز بالبطولة أكثر من ضعف ألقاب باقي الأندية المنافسة المجتمعة كالإسماعيلي والزمالك والمقاولون وغزل المحلة والأولمبي والترسانة. كما حقق الأهلي 10 أرقام قياسية في رحلة تتويجه باللقب، أولها حصوله على 76 نقطة من 30 مباراة، كما سجل 53 هدفا ودخل مرماه 9 أهداف فقط، وفاز الأحمر في 23 مباراة وتعادل في 7 ولم يخسر في أي مباراة، واحتسب له 6 ضربات جزاء هذا الموسم حتى الآن، وحقق الفوز برباعية 4 مرات في هذا الموسم، الأولى على الداخلية برباعية نظيفة بمنافسات الجولة 21، ثم فاز على التعديل بنتيجة ذاتها في الجولة 28 للمسابقة، والثالثة في ربع نهائي كأس مصر على وادي دجلة، والرابعة في الدور نصف النهائي على سموحة ب4 أهداف دون رد، فيما فاز الأحمر بنتيجة 3-0 في 3 مباريات أمام طلائع الجيش والنصر للتعدين، بالإضافة إلى الفوز على الشرقية، وحقق الأهلي الفوز بسداسية مرة واحدة على الألومنيوم في الدور 32. استعاد الأهلي بطولة كأس مصر بعد غياب 10 أعوام ليتوج بالكأس 36 في تاريخه بعد فوزه على المصري البورسعيدي ل7 مرة في تاريخه في نهائي كأس مصر، وذلك بعدما قلب تأخره أمام المصري إلى فوز قاتل بهدفين مقابل هدف خلال الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسبق أن حرم الأهلي نظيره البورسعيدي من لقب الكأس في النهائي في 6 مباريات سابقة قبل أن يجدد العقدة مرة أخرى في نهائي الكأس 7 بهدفي فتحي وعمر جمال ليرفع الفارق بينه وبين الزمالك أكبر وأقرب منافسيه ل11 بطولة في الكأس، ليغرد منفردا في صدارة المتوجين بعدما وصل رصيده من الألقاب ل133 لقبا. حافظ الأهلي على سجله خاليا من الهزائم في موسمه الحالي، وحسم 39 مباراة خلال الدوري والكأس والسوبر دون تلقي أي خسارة، مكررا ما فعله في موسم 2005-2006. وأصبح المدير الفني حسام البدري أول مدرب مصري بالتاريخ يتوج بكأس مصر والدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري والسوبر الأفريقي، ويعتبر هذا اللقب هو أول بطولة كأس مصر لجميع اللاعبين مع النادي الأهلي ومن ضمنهم قائد الفريق حسام غالي باستثناء الثنائية عماد متعب وحسام عاشور. يعتبر اللاعب حسام عاشور هو الأكثر تتويجا بالألقاب على مستوى الأندية في تاريخ الكرة المصرية ب31 بطولة، منها 10 بطولات للدوري و8 سوبر مصري و5 دوري أبطال أفريقيا و5 سوبر أفريقي و3 كأس مصر وبطولة واحدة للكونفدرالية الأفريقية، كما عاد الأرقام هذه خشبة في عدد المباريات مع الأهلي ليزاحمه على لقب الأكثر مشاركة في تاريخ أصحاب الرداء الأحمر برصيد 448 مباراة، ويستمر المارد الأحمر ولاعبيه في تحقيق الأرقام القياسية والإنجازات التي عودونا عليها طوال 110 عام.